فريق دولي يبحث عن أشخاص مقاومين وراثياً لكورونا، رسالة خاطئة من جامعة بريطانية تتسبب بمأساة لطالبة، تسمم عشرات السياح بأحد فنادق الغردقة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلاً بكم. حملة أطلقها فريق دولي مؤخراً للبحث عن أشخاص مقاومين وراثياً للإصابة بكورونا رغم إدراكه لصعوبة تلك المهمة، بحسب بحث نشر في مجلة نيتشر إميونولوجي. الفريق يأمل أن يؤدي تحديد الجينات التي تحمي هؤلاء الأفراد إلى تطوير عقاقير تمنع الفيروسات وعلاجات لا تحمي الأشخاص من كوفيد-19 فحسب، بل تمنعهم أيضاً من نقل العدوى. في أول عيد ميلاد له بعد الطلاق، أقام الملياردير الأمريكي بيل غيتس حفلاً باذخاً على متن يخت فخم برفقة عدد من الشخصيات المعروفة. الحفل أقيم على متن يخت لانا الفاخر قبالة منتجع بجزيرة بودروم التركية، حيث تبلغ تكلفة استئجاره نحو 2,000,000 دولار في الأسبوع بحسب صحيفة ديلي ميل، فيما حضر الحفل 50 شخصاً فقط من بينهم جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم. إلى بريطانيا، حيث تسببت رسالة إلكترونية أرسلت بالخطأ أدت إلى انتحار طالبة صيدلة في جامعة كارديف. الجامعة أرسلت للطالبة البالغة 21 عاماً رسالة مفادها أنها فشلت في اجتياز الامتحان ولن تستطيع التقدم إلى السنة الثالثة من شهادتها، ليتبين لاحقاً بعد تحديث نتائج الاختبار أنها ناجحة لكن بعد فوات الأوان، حيث كانت الفتاة قد قادت سيارتها إلى جسر في شمال ويلز وأنهت حياتها هناك. نختم من مصر، حيث أغلقت السلطات المصرية أحد الفنادق بمدينة الغردقة وأوقفت مديره لمدة 3 أشهر بعد الإبلاغ عن إصابة عشرات من النزلاء بالإعياء إثر تناولهم وجبة عشاء في الفندق. نحو 51 سائحاً من 3 دول أجنبية تعرضوا للإعياء بعد العشاء، منهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة، فيما أمرت النيابة بإغلاق الفندق لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.